بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصلوات والتسليم. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، معكم الشاب بوزيان تجدين، ممثل عن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون. جئتكم اليوم من خلال هذا الفضاء أستعرض حصيلة أراها من أهم الإنجازات من أجل تجسيد الالتزامات 54 كما نثمنها كشباب عبر مختلف الهيئات، من إعادة تنظيم الدولة والمجتمع المدني وتعزيز الحريات العامة عبر نقاط نوجزها فيما يلي: المراجعة الواسعة للدستور خلال تعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان وتكريس استقلالية السلطة القضائية، إعادة صياغة الإطار القانوني للانتخابات من خلال إصدار الأمر رقم 21-101 المؤرخ سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمتمم الذي يتماشى مع دستور 2020 الذي يضمن الفصل بين المال الفاسد والسيادة. تكريس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وجعل الإدارة داعما ومرافقا وحصر دورها في العملية الانتخابية، مكون جديد للمجلس الشعبي الوطني حيث 80% أي 325 من أصل 407 نائبا حاملا للشهادات الجامعية وتمثيل للفئة الشابة ب 94 نائبا جديدا. تغيير نمط انتخاب كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي الولائي للقضاء على الأموال الفاسدة وتعديل القوانين المتعلقة بالبلدية، قصد تحديد طريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي للقضاء على ظاهرة الانسداد بالمجالس الشعبية البلدية، إصلاح شامل للدولة بكل فروعها ومؤسسات الجمهورية من خلال التأسيس لجزائر جديدة عبر رؤية اقتصادية وتنموية ترتكز على تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتثمين اللحمة والجبهة الداخلية وتعزيز استراتيجية الأمن والدفاع الوطنيين، أخلاقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد من خلال إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إصدار قانون لمكافحة المضاربة غير المشروعة، تعزيز الديمقراطية التشاركية التي يكون فيها المواطن طرفا فاعلا وغاية منشودة من خلال حوار تعاوني لحل المشاكل وتقييم السياسة العامة، استحداث هيئة وسيط الجمهورية، العمل على بناء مجتمع حر ونشيط وفاعل من خلال إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، تنفيذ خطة عمل الشباب من خلال إنشاء المجلس الأعلى للشباب والذي من ضمن أهدافه السامية إعداد الشباب لتحمل المسؤولية على جميع الأصعدة والمستويات، إعادة إطلاق 25 عملية مراجعة للنصوص القانونية المنظمة لسير المؤسسات الشبابية وكذا تصنيف بيوت الشباب، اشتراك قادة الجمعيات الوطنية في مختلف الملتقيات والمنتديات الوطنية والدولية حول القضايا التي تهتم بالشباب، تسخير فضاءات تابعة ل 822 مؤسسة شبابية لفائدة 760 جمعية شريكة من أجل ضمان تنشيط دائم لفائدة الشباب، إنشاء فضاءات على مستوى 965 مؤسسة لمرافقة الشباب حامل الأفكار لإنجاز مشاريعهم، تأكيد وتعزيز مكونات الهوية الوطنية، لا ننسى استرجاع العشرات من رفات وجماجم رموز المقاومة، إحياء ملف الذاكرة الوطنية ومتابعته، إعادة الاعتبار للإمام وإعادة واستكمال إنشاء الشبكة الوطنية لفروع المركز الثقافي الإسلامي، إنشاء المركز الوطني لحماية التراث الديني والمخطوطات،
إصدار 150 عنوانا تاريخيا، منها 20 عنوانا بخط البراي. أخيرا ومن هذا المنبر الحر أدعو كل المواطنين والمواطنات ومن خلاله كل الشباب والشابات للخروج بقوة يوم 7 سبتمبر إلى صناديق الاقتراع لما تقتضيه المصلحة العليا للوطن، والتصويت لصالح مترشح الشباب مرشحنا السيد عبد المجيد تبون. تحيا الجزائر، المجد لله والعزة للوطن والخلود للشهداء. ذير قازن إن شاء الله أن نرق أكل أس 7 سبتمبر النوش لصواتنا يمثرش حنا سي عبد المجيد تبون. تحيا الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيتها الجزائريات، أيها الجزائريون، السلام عليكم. الزول في اللون. أتشرف أن أكون محدثكم اليوم زعنابي وليد، ممثلاً عن مترشح الأفافاس لرئاسيات 7 سبتمبر القادم الرفيق يوسف أوشيش. أخواتي إخواني الأعزاء، لقد أتت مشاركة الأفافاس عن وعي تام بالمناخ السياسي العام لبلادنا، المعادي للسياسة في مجمله والمشجع لما يحمله بين طياته من ضبابية وغموض على العزوف والانسحاب بدل الانخراط والتضحية. مناخ يتوجب ضرورة حيوية استبداله بالسرعة القصوى بآخر يسوده الأمل والثقة، وإيمانا منا بما يقع على عاتقنا من مسؤولية تاريخية ووطنية، وبالنظر للسياق الدولي العالي المخاطر والغير المسبوق الذي أفرز تهديدات إقليمية لا تقل خطورة، ثم بالأخذ بالمعطيات الوطنية من جمود مفروض من جهة ومن تنام متصاعد للفكر المتطرف والنزعات الشعبوية العدمية من الجهة الأخرى، وبعد نقاش حزبي عميق وصريح قررنا أن نرفع التحدي ونعمل عبر هذه المحطة الانتخابية على إعادة السياسة إلى مكانها الأصلي والأصيل. أيتها الجزائريات، أيها الجزائريون، لا أحد ينكر أن الجزائر اليوم وبالإضافة إلى التحديات الوجودية التي تواجهها تعاني إشكاليات بالغة التعقيد على كافة الأصعدة، ما يجعلها بلداً معطلاً بامتياز بالرغم من المقومات البشرية المادية والحضارية التي تتوفر عليها، وهذا ما يترك مستوى التذمر الشعبي فيها يرتفع باضطراد مع استقرار مخيف لحالة اليأس والإحباط وانعدام الثقة، وما ينجر عنها من آفات مدمرة تهدد تماسك الدولة والمجتمع معاً. والسؤال الملح اليوم والكل معني به، كيف لنا كمجموعة وطنية أن نتجاوز هذه الحال وننتقل إلى رحاب غد أفضل؟ أيها الشعب الجزائري، يقترح الأفافاس خلال هذا الاستحقاق الرئاسي عبر مرشحه الرفيق يوسف أوشيش إجابات واقعية وموضوعية لراهننا وتصوراً واضحاً لمستقبلنا تحت مسمى رؤية، وقد سميناها كذلك فتحاشياً للطرح الكلاسيكي للبرامج الانتخابية، وتنصلاً من الصور النمطية العالقة بها المعبرة عن وعود لا متناهية دأبت منظومة الحكم على تكرارها في كل مناسبة انتخابية، في حين كانت ولا تزال مقترحاتنا مساحات نضالية تتبنى تشخيصاً صارماً وتقييماً موضوعياً وتناغماً مع الرصيد النضالي والسياسي الذي يحوزه حزبنا. وقياساً بالوضع الذي نعيشه وفي مواجهة الإشكاليات والمآزق والفجوات التي تعترضنا، فإنه من أوجه الاستحالة أن ينحصر الحل في برنامج أو في مجرد برنامج، بل كل الحاجة إلى ما هو أوسع وأشمل، وهو ما دفعنا في الحزب لتبني رؤية لجزائر الغد ترسيخاً للوضوح في مواجهة الضبابية، وغرساً للثقة وبعثاً للأمل ضد كل أشكال الأحادية الارتباك والتعثر. يتفرد وينفرد الأفافاس في رؤيته عبر المرشح الرفيق يوسف أوشيش، وقبل الخوض في التفاصيل والمتطلبات التقنية لكل قطاع من قطاعات الدولة سيادية كانت أم خدماتية، بضرورة استحضار الشروط السياسية والموضوعية ليتمكن من تطبيق التزاماته، وهو ما ترجمه
عند النقاط المتعلقة بالإصلاح السياسي والمؤسساتي الذي يفرض نفسه، وكذلك في الشق المرتبط بالحريات، كل الحريات جزء لا يتجزأ دون منطقة أو توظيف، وبالحقوق كل الحقوق لا ينفصل أحدها عن الأخرى، وبالطبع مع الاحترام الصارم لقيمنا ومبادئنا الجزائرية الأصيلة. إنها كلها شروط ومتطلبات حيوية تضمن إلى جانب التركيز على الإنسان محوراً للتنمية والرفاه الانفتاح، وتنتج خطاب مصارحة وسلوك مصالحة بين الجزائريات والجزائريين بعيداً عن النقاشات الخاطئة والاستقطابات المسمومة، وتكرس الثقة وتعيد الأمل المفقود، والأهم فهي تشجع على الانخراط الشعبي حول مشروعنا الذي لا يعد إلا أن يكون استكمالاً للمشروع الوطني المنبثق من النصوص التأسيسية لحركتنا الوطنية، وأيضاً هي تحفز العبقرية الجزائرية لرفع كل التحديات. لقد شارك الأفافاس متطلعاً لتجديد ثقة الجزائريات والجزائريين في مشروعه، وأيضاً لإعادة الاعتبار للفعل السياسي وإبقاء شعلة النضال متقدة في كل مكان، ولخلق ميزان قوى سلمي يتجه بنا صوباً إلى التغيير المنشود بكل سلاسة ومسؤولية، بهدف وهو هدف يتشاركه كل الوطنيين في بلادنا حفاظاً عليها، خصوصاً في ظل عالم متقلب الصروف مجهول المآلات. أيها الجزائريات، أيها الجزائريون، لقد ناضل بالأمس آباؤنا أجدادنا من الحركة الوطنية يداً بيد من أجل افتكاك الاستقلال الوطني رغم كل العقبات، وهو ما تحقق بعدها واقعة. اليوم يقع علينا، وهو ما يلح عليه الأفافاس عبر مرشحه الرفيق يوسف أوشيش في رؤيته، أن نبني معاً الدولة الديمقراطية الاجتماعية، لنجعل من هذه الانتخابات بداية طريق لإرساء قواعد جديدة عمادها الانخراط والالتزام، ولتكن حجرة من ضمن حجارة مترصة في بناء التغيير. وعليه فلنبادر يوم 7 سبتمبر للتصويت على مرشح التغيير، مرشح الأفافاس الرفيق يوسف أوشيش. تحيا الجزائر حرة ديمقراطية سيدة، المجد والخلود شهدائنا الإبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. سيثماتي الجزائريين، ايثماي الجزائريان، اكمات اللام اندمت اللام، دخلت مورد صبران تمورد، سلام ربي في اللون ازول في اللون. كيدماس كريم بوربط الممثل المترشح حسني عبد العالي شريف، عبد العالي حسني شريف، اثفرانين 7 سبتمبر 2024. عبد العالي حسني شريف يدخل من غير فاسني جزائريين وحيد جزائريين، يون واهيل ذا مركانتي، يون واهيل يسعى القيمة ذا مقرانت، يشور كنزيس جزائريين وحيد جزائريين سهران نعتبن في اللاس بزاف الطاس باش تستوجدنا دخل من غير فاسن جزائريين مرا أهلي، يون واهيل إكسعان 62 الالتزامات لي زونغاجمون اي اكس محن ريس محن سزكا ما تفوطي ما تصوتم في المترشحنا عبد العالي حسني شريف، ما يغال ان شاء الله دين السلام هذه يغال سلوايل تمورتنا تعزيزت الجزائر هذه سمحن يوجدوا ذا الجزائري باش هذه حسب السيدي اترافير يعني سي لي زونغاجمون اللي خدم كاري في سنو المرا. يون واهيل يثما سويثما يمنو سما فرصه تكنيت ان شاء الله تيلي نسالم تيلي تكنيت الجزائريين مرا ان شاء الله باش تبدل الحاله نسن اين يقلهان تبدل الحاله نسن اين يقوم ان شاء الله غرزات. اكستنت دقيقه يثما سيثما ادرك زغل الهضري على كل حال وين داهيل ذا مريخان تيام كيدنا ونزمير على اكستنت دقيق اسيد نستقرداش نعاد نفهم وين واهيل الا سير الانترنت ماشي مشكل. دونك يثما بادرك زغل فيوت الحاجه فيوت انت لفت تسعى الاهميه تمقرانت تسعى يعني اني ذا نسيد غير ذا باش نقنع ماشي ونقنع
انذا اسن 7 سبتمبر 2024 اطرحهم باش تصوتهم في المترشحنا عبد العالي حسني شريف. ايوا شويه ثما تسعه بزاف الحوايج، تسعه بزاف للسبات حاجه تم زوري في ثما. ايوا شو 7 سبتمبر الى قنا راح نفوطيف دفت نتفق مره انه باش هذه لي ابدل باش هذه لي عيني قلها ريلي التغيير يثمر ثنا فعزيست تغيير عين السلام مره ونسعر أبريد النظام أبار أبريد الصناديق الاقتراع أبريد الفوت أبريد المرأة تعلم سيس المرأة ماشي كده من دينيل باللي ولقنا رمرة دونك أبريد أي الفوت ذاين أدي السفران تمورثنا سازكا إلا أسلوي أسلوي يقومان أسلوي يكسعاني إن فيزيون يكسعان نظرة أدي السفران الزاير تمورثنا إن شاء الله باش تيلي غير سمورا يكفزن يدوني ان شاء الله. الحاجه سنات اي ثما يواشو انا راح نفوطي 7 سبتمبر 2024 باش نبلع في ورا يوي ذاك كي قارن باللي اسيرم يفوك يثمر ثنا اسيرم اني شتي الى امذان إلى قيدو ذات زيري إلى قمزانة زيري إلى أديس خمال لاغيس مليح أني ذا أنو لسبوار أسيرم مازال يثمرتنا إن شاء الله مازال أسيرم أثفت العباد بزاف أطاس السنوان ويخدم من قدها نسن باللي أني ذا العملية السياسية ودزميرا لها الدوي تغيير إقلهان يثمرتنا أنشتا دليش دبي يثما إلى قن مخالفة إنه أن إذا العملية الانتخابية زمرت توي أجديد توي التغيير أين يقلها يثمر ثنا إن شاء الله هين سرنا حاجة ويسنا ثي يثما أنغلق ثي ورا يوش ويلا قن راح نفوطي 7 سبتمبر أنغلق ثي ورا يو إذا كي قارن الزائر اللي توفا بيا الزائر يعني قن واحد من زورا الدنيا أنغلق ثي ورا يوي ذاك كي قارن انه نزمر ان بنو ثمور ثمنا ونشتا يثمد الكذب مكيدينا دحيو غوال الشيخ محفوظ نحنا حثي رحم ربي الزاير حرره الجميع اتنبنو اتيبنيها الجميع دونك يثما الى قرا انه اغني روح سيرم مازال سيرم ان شاء الله مازال دونيث مازال يرجزن يثمر الزاير مازال سير من ان شاء الله وذي قيم ان شاء الله هي البدا ان شاء الله دونك اتفكر ثوا اولي واثما نو اكدوده زيري ان شاء الله ماذا بنا نسرم 7 سبتمبر 2024 اطرحهم اضفوطيم في المرشحنا عبد العالي حسني شريف يوني بارك ربي ان شاء الله السلام عليكم.